رحلة مثيرة من الطب إلى الكتابة، الشاعر والروائي المغربي نزار كربوت في ضيافة صباح جديد. نقص التمويل أزمة جديدة تواجه النازحين السوريين في لبنان. وبمشاركة مصرية وعربية، العراق يستعد لانطلاق الدورة الأولى لمهرجان بغداد السينمائي. اليوم ختام مباريات ثمن النهائي بكأس الأمم الإفريقية. ويبتدي يوم جديد، شمسه تنور كل طريق، نهاركم سعيد بابتسامة تجعل الخير والرزق يزيد. قلنا صباح وعلى الله تبقى الدنيا ريحة، دلهم شكله جميل يا ما شاء الله، حتى تحكى ريحة على طريقنا ومش في بالنا، فطرنا مشرقنا شينا، وده من ده اللي ضايقنا ولا يعكر مزاجنا. لا انسى انسى انسى، صباح الخير على حضراتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج صباح جديد، واللي بتأتيكم دايما على شاشة قناة القاهرة الإخبارية. حلقة النهاردة مليئة بالعديد من الموضوعات والفقرات المهمة واللي هنتجول فيها من عدد من المدن أو مدن العالم. ونبدأ أولا بحالة الطقس مع زميلتي شيرين غسان. صباح الخير عليك يا شيرين. صباح الخير شروق، صباح الخير لكل مشاهدين القاهرة الإخبارية. الآن مع فقرة جوية نتعرف فيها على درجات الجو. نبدأ فقرتنا الجوية بدرجات الحرارة في العواصم والبلدان العربية، ونبدأها بالقاهرة حيث الطقس بارد نسبيا وتصل درجة الحرارة العظمى 16 أما الصغرى ف 8، أما في الرياض تصل درجة الحرارة العظمى 26 أما الصغرى ف 15، أما بأبو ظبي اللي بتشهد طقس مستقر نسبيا تكون درجة الحرارة العظمى 24 أما الصغرى ف 21. من روح لتونس اللي بيسود فيها طقس بارد نسبيا وبتكون درجة الحرارة العظمى 16 أما الصغرى ف6 درجات. أخيرا الرباط وتكون درجة الحرارة العظمى 23 أما الصغرى ف7 درجات. أما درجات الحرارة في العواصم العالمية ونبدأها من لندن اللي بتشهد طقس بارد لتسجل درجات الحرارة العظمى 8 أما الصغرى ف3، أما في باريس فتكون درجات الحرارة العظمى 11 أما الصغرى ف6. في موسكو اللي بتشهد طقس شديد البرودة حيث تسجل العظمى 2 والصغرى 3 تحت الصفر. في واشنطن تكون درجة الحرارة العظمى 7 أما الصغرى فتسجل درجة 1، وأخيرا بكين تسجل العظمى 3 أما الصغرى ف6 درجات تحت الصفر. منتابع الآن أبرز الظواهر المناخية التي تجتاح العالم خلال تلك الفترة في العرض التالي، وإلى هنا بتكون خلصت فقرتنا الجوية لليوم.
We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. يسعد صباحك يا حلو يسعد مكان بتنزلو لما النسيم بيزورنا عنك يا ولف منسألو Le bonheur vient de me dire bonjour Et pour moi c'est le plus beau des jours Sous le ciel bleu de Napoli Je crois bien qu'il m'accompagnera Que jamais il ne me quittera Il sera mon meilleur ami الحلوة دي قامت تعجن في البدرية وديك بيتنا كوكو كوكو في الفجرية يلا بنا على باب الله يا صنايعي يا رجال صباحك صباح الخير يا استعطية ونستكمل باقي فقرات صباح جديد وجولة جديدة في عالم الصحافة نتعرف فيها على أبرز ما تناولته الصحف ووكالات الأنباء العربية وأيضا العالمية. مشاهدينا الكرام البداية من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حيث يعمل الرئيس بايدن على تحقيق تقارب بين الضغوط السياسية والحسابات العسكرية وأيضا الهشاشة الإقليمية بعد أن أدت غارة بطائرة بدون طيار إلى مقتل عناصر من الجيش الأمريكي في المنطقة الحدودية بين سوريا والأردن. الصحيفة الأمريكية أشارت إلى أن إدارة بايدن تناقش كيف يمكن أن ترد بطرق من شأنها ردع القوات التي تعمل بالوكالة وإرسال رسالة ردع إلى طهران. وإلى موقع القاهرة الإخبارية حيث أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية الذي تعمل الحكومة على إنجازه بتوجيه من الرئيس محمود عباس موضحا أن البرنامج يتضمن تعيين محافظين جدد وإجراء انتخابات وإقرار قوانين جديدة وخفض الرواتب وإعادة هيكلة قوات الأمن. وإلى صحيفة الشرق الأوسط حيث اختارت اللجنة التحضيرية لمهرجان بغداد السينمائي 10 أفلام وثائقية و16 فيلم روائي قصير من بينهم 7 أفلام مصرية للمشاركة في فعاليات المهرجان والمقرر أن ينطلق من 10 إلى 14 فبراير المقبل. وذكر نقيب الفنانين العراقيين ورئيس مهرجان بغداد السينمائي الدكتور جبار جودي العبودي أن اللجنة التحضيرية لمهرجان بغداد السينمائي تعكف على التحضيرات النهائية للمهرجان في دورته الأولى والتي تحمل اسم المخرج العراقي محمد شكري جميل. تواصل إدارة المهرجان التحضيرات لإطلاق المهرجان مهرجان بغداد السينمائي في موعده المحدد بكونه الأول من نوعه على مستوى العراق والعمل على أن يكون لائقا بالسينما العراقية والعربية على حد سواء. ويشرين من المقرر أن يعلن المهرجان قريبا عن القائمة المشاركة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وكذلك الفعاليات والبرامج والأنشطة السينمائية المتنوعة التي ستقام خلال أيام المهرجان. We'll be right back.
وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بغداد الدكتور جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين ورئيس مهرجان بغداد السينمائي الأول. أهلا بك يا دكتور في البداية وصباح الخير، وحدثنا عن تفاصيل حفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان بغداد السينمائي وأيضا التحضيرات. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك وبقناة القاهرة الإخبارية. حقيقة مهرجان بغداد السينمائي سيكون حفل الافتتاح يوم 10/2 في سينما المنصور بساحة الاحتفالات الكبرى. المهرجان فيه 5 محاور كبيرة، أولها محور الفيلم الروائي الطويل، وفيه 11 فيلما من العراق واليمن وسوريا ومصر وفلسطين والمغرب والسودان والأردن وتونس. حقيقة حصة الأسد لمصر في أغلب محاور المهرجان. هناك لدينا محور أفلام الأنيميشن، أفلام التحريك، وفيه 11 فيلما من العراق ومصر. وأيضا لدينا الأفلام الوثائقية، هنالك 10 أفلام من العراق ومصر وفلسطين وعمان وسوريا واليمن. كذلك مسابقة الأفلام الروائية القصيرة سيكون فيها 16 فيلما من العراق ومصر وتونس وفلسطين ولبنان والبحرين وسوريا والمغرب. وأيضا لدينا فضاءات سينمائية جديدة فيها 10 أفلام أنتجت خصيصا للمهرجان، أنتجتها نقابة الفنانين العراقيين، وهي أفلام جديدة لعام 2024. فتشكلت لدينا 5 محاور للمسابقات، والمسابقات كلها فيها جوائز مالية وفيها لجان تحكيم محترمة ومتميزة. نعم دكتور، يعني طبعا مهرجان الأول طبعا سيعكس الواقع الثقافي المميز للعراق، لكن ما هي أبرز المشاركات؟ يعني هل هناك تكريمات؟ ماذا سيميز اليوم الأول من المهرجان؟ طبعا اليوم الأول هنالك جائزة اسمها جائزة إنجاز العمر، ستمنح للمخرج العراقي الكبير محمد شكري جميل الذي تحمل دورة المهرجان اسمه. ويوم أمس افتتحنا نصبا تذكاريا له وهو على قيد الحياة في مدخل نقابة الفنانين العراقيين مصنوع من مادة البرونز. افتتح النصب معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، وهنالك أيضا تكريمين لنجمين كبيرين في العراق بجائزة إنجاز العمر، هما الفنان قاسم الملاك والفنان سامي قفطان. فقط لدينا هذه التكريمات الثلاثة. سيكون هنالك عرض الافتتاح يعني وداعا جوليا من السودان، وأيضا هنالك العديد من التحضيرات التي قامت بها اللجنة التحضيرية لإثراء حفل افتتاح باذخ جدا إن شاء الله. إن شاء الله. إذن دكتور جبار، يعني للعراق تاريخ سينمائي عريق، ما سبب تأخر النقابة بتنظيم مهرجان هام مثل مهرجان بغداد السينمائي في رأيك؟ حقيقة يعني أنت تعرفين حضرتك الجانب الاقتصادي مهم جدا في دعم العمليات الفنية، لكن دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني عازم على تنشيط القطاعات الفنية بمختلف أشكالها وأنواعها. قبل أيام انتهينا من تنظيم مهرجان المسرح العربي، وهو الدورة الأضخم في تاريخ مهرجانات الهيئة العربية للمسرح بدعم ورعاية من رئيس الوزراء. وهذا المهرجان مهرجان بغداد السينمائي بدعم مباشر ورعاية كاملة من رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تخصيص المبالغ لهذا المهرجان. حقيقة يعني لدينا خطط طموحة ووتيرة متصاعدة بهذا الاتجاه. يعني المهرجان طبعا نعم.
تنظمه نقابة الفنانين العراقيين بالتعاون مع دائرة السينما والمسرح وبإشراف وزارة الثقافة والسياحة والآثار. نعم، يعني في ظل هذا الدعم الذي تتحدث عنه دكتور، ولو يعني نفذت هذه المخططات، هل سنشهد أو ستشهد السينما العراقية منافسة عالمية؟ بالتأكيد، يعني نحن دائما تجدين المخرجين العراقيين متواجدين صحيح في أغلب المهرجانات الدولية، وحصدوا العديد من الجوائز والتكريمات بالأفلام الروائية القصيرة خصوصا، وكذلك بالأفلام الروائية الطويلة، لكنها كانت جهود فردية حقيقة. الآن هنالك جهد مؤسساتي سينظم العمل الفني وينظم العملية السينمائية يعني وطرق وسبل إنتاجها، يعني نستبشر خيرا في القادم من الأيام. نعم، يعني نحن نتمنى طبعا كل النجاح لمهرجان بغداد السينمائي، ونشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا دكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين ورئيس مهرجان بغداد السينمائي الدولي، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. ونستكمل وإلى صحيفة النهار اللبنانية، حيث بدأ من مطلع العام الحالي توقفت المساعدات الأممية 100,000 عائلة سورية نازحة إلى لبنان. وذكرت الصحيفة وأيضا ذكرت الصحيفة أنه تم تراجع التمويل الأممي لأسباب عدة، منها ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، ومنها ما هو مرتبط بما يجري في المنطقة. تراجع الاهتمام بالنازحين السوريين، وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد أنه في العام الحالي ستمنح المساعدات النقدية من المفوضية والغذائية من برنامج الأغذية العالمي إلى 190,000 عائلة، أي حوالي 62% من إجمالي اللاجئين من مختلف الجنسيات الذين تتولى المفوضية شؤونهم. للمزيد عن أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، ينضم إلينا من بيروت مراسلنا أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك أحمد وصباح الخير. يعني نبدأ معك رياضيا، وانتشار كبير للعبة البادل بلبنان حيث كثرت ملاعبها في مختلف مناطق اللبنانية مؤخرا، ما مدى إقبال اللبنانيين على ممارسة تلك الرياضة؟ صباح الخير شيرين، صباح الخير على مشاهدي القاهرة الإخبارية في كل مكان، وصباح جديد من العاصمة اللبنانية بيروت. بالفعل ملاعب البادل بقت منتشرة بشكل كبير جدا جدا في كافة أنحاء الدولة اللبنانية، في كافة المناطق، ويقبل عليها كافة الفئات من جميع الأعمار، وهناك إقبال كبير جدا على هذه اللعبة من مختلف الأعمار ومختلف الفئات. هذه اللعبة ربما يعتبرها البعض أنها مشروع اقتصادي كبير، لأنها تدر دخل وحولت أماكن كثيرة كانت فارغة وفاضية إلى مناطق بها هذه الملاعب. هذه الملاعب نجحت في جذب قطاع كبير جدا، وخصوصا من الشباب، وخصوصا أيضا أن هذه الملاعب لم تعد تقدم رياضة البادل فقط، ولكنها تقدم رياضات أخرى بجانب البادل مثل تنس الطاولة، ومثل أيضا ألعاب اللياقة البدنية وعدد من الرياضات الأخرى، فبالتالي بقت منتشرة بشكل كبير جدا. قليل لما نمشي في شارع في العاصمة اللبنانية بيروت أو في أي مدينة من المدن الكبرى في الدولة اللبنانية ولا نجد مثل هذه الملاعب المنتشرة. وأيضا بعد ما طلعتنا الصحف على هذا الموضوع، حاولنا الاتصال بكذا مكان للعبة البادل، بنلاقي أن الحجز ربما لأيام قادمة وليس في نفس اليوم ولا أيام لاحقة قريبة، فبالتالي هناك إقبال كبير جدا على هذه الرياضة التي ظهرت فجأة في أقل من 6 شهور في العاصمة اللبنانية بيروت. طيب أحمد، يعني عايزة أتكلم معاك عن جزء متعلق بالضرائب، زيادة كبيرة في معظم الضرائب والرسوم المفروضة وصلت ل 40 ضعفا في لبنان، ما تأثير ذلك على الاقتصاد اللبناني؟ الحقيقة ده من العناوين المسيطرة بشكل كبير جدا على كافة الصحف اللبنانية. لبنان على مدار الأيام الماضية كان أمام حدث تاريخي، وهو إقرار موازنة العام 2024. هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الدولة اللبنانية أو تقدم فيها الحكومة اللبنانية
موازنة لمجلس النواب اللبناني ضمن المهل الدستورية أي قبل بداية العام المالي، وهي المرة الأولى أيضا اللي يقر فيها مجلس، هذه المرة الأولى من عام 2002. هذه أيضا المرة الأولى التي يعقد فيها مجلس النواب اللبناني جلسات متتالية ليقر الموازنة في الشهر الأول لبداية العام المالي الذي يبدأ في أول العام وينتهي في آخر العام. ولكن هذه الموازنة كانت فيها بعض الأرقام ربما شكلت صدمة للشارع اللبناني، وهناك رسوم ارتفعت بمقدار 40 ضعف، وهناك رسوم ارتفعت بمقدار 10 أضعاف، وهذا هو الحد الأدنى للارتفاع، بالإضافة أن هناك ضرائب جديدة على بعض الشركات التي استفادت من الدعم الذي قدمه مصرف لبنان على مدار السنوات الماضية. هناك أيضا ضرائب للشركات على في التعامل على منصة صيرفة، وهي منصة تداول العملة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية، ولكن بسعر يحدده مصرف لبنان، فتم فرض ضرائب على الشركات التي تتعامل أو رسوم على الشركات التي تتعامل وفقا لهذه المنصة. فبالتالي ربما المثال الأكبر الذي يتحدث عنه أغلب المواطنين وهي فكرة رسوم أو المخالفات المرور، مخالفات المرور وحدها تضاعفت 10 أضعاف القيمة التأجيرية للمساكن التي يتم على أساسها احتساب الضريبة العقارية، تضاعفت أيضا أكثر من 10 أضعاف وفقا لمساحات السكن وفقا لمناطق السكن. وهناك أمور أخرى أيضا، رسوم حتى رسوم التقدم للترشح للانتخابات تضاعفت عدة أضعاف، فهناك مضاعفات، ليس ضعف ولا 2 ولا 3، ولكن هناك 10 أضعاف، من 10 أضعاف إلى 40 ضعف في الرسوم، زيادات في الرسوم. فربما هذا الأمر هو ما جعل الموازنة اللبنانية تحتل عناوين الصحف اللبنانية اليوم وأمس، وأيضا ربما سيظل هذا الموضوع هو حدث رئيسي للصحف اللبنانية على مدار الأيام المقبلة. نعم أحمد، أيضا بالأمس أغلقت أغلب المدارس والجامعات خوفا من العاصفة الثلجية التي ضربت عدة مناطق في لبنان، ما آخر تطوراتها؟ الحقيقة شوارع لبنان تكتسي بالبياض جراء التساقط الثلوج بشكل كثيف جدا، ثلوج وصل تساقطها إلى ارتفاع 900 متر من سطح البحر، وهذا الارتفاع هو ارتفاع منخفض جدا، وخصوصا في ظل 3 عواصف تضرب الدولة اللبنانية في أيام متعاقبة. نحن اليوم نستقبل عاصفة جديدة بعد العاصفة دانيلا التي انتهى مفعولها وانتهى تأثيرها قبل أيام. الصحف اللبنانية أيضا تتحدث عن عاصفة جديدة تبدأ اليوم ربما أشد تأثيرا من العاصفة دانيلا. الأرصاد اللبنانية أطلقت عليها اسم حيان، يتوقعون أن تسود طقس بارد وأيضا ثلوج وأمطار شديدة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة. هناك بعض المناطق التي ربما تعيش في شبه عزلة جراء تساقط الثلوج بسبب تراكم الثلوج على الطرقات بشكل كبير جدا وبشكل كثيف جدا. هناك جهود كبيرة أيضا للدفاع المدني اللبناني وللجهات الإنقاذية من أجل مساعدة المواطنين العالقين في بعض الشوارع للخروج من هذه المناطق الثلجية. هنا حركة السير في بعض المناطق وتحديدا مثلا في منطقة الشوف توقفت بشكل كبير جدا، المدارس معطلة وعدد كبير من الهيئات أيضا معطلة بسبب عدم القدرة على الحركة في الشوارع جراء تساقط الثلوج التي أغلقت أغلب الشوارع الرئيسية والفرعية وتساقطت أيضا حول المنازل في كل مكان. ربما هذا الأمر يؤدي إلى تضرر بعض الأعمال، ولكن هو في المقابل اللبنانيون يعتبرون أن هذا الأمر فعل خير في هذا العام. هناك كثافة لتساقط الثلوج، هناك أيضا كثافة في الأعمال المرتبطة بالثلوج والأنشطة السياحية أو الأنشطة الأخرى المرتبطة بالثلوج، فكل هذه الأمور ربما أثرت بشكل كبير على حياة المواطن. نعم. ولكن في الأخير هناك استفادة أو هناك بهجة بسبب هذا الموضوع. نعم طبعا، رغم تأخير دانيلا ورغم التعطيلات التي تحملها، ولكن المناظر المغطاة بالأبيض مبهجة جدا. نشكرك شكرا جزيلا زميل أحمد سنجاب مراسل القاهرة الأخبارية، كنت معنا مباشرة من بيروت. لو اتكلمنا رياضيا شيرين، هنقول يعني ان في مواجهات مثيره النهارده في ختام مباريات دور 16 من كاس الامم الافريقيه، هذه البطوله التي لم تنتهي مفاجاتها بعد والمليئه بالاثاره في نسخه تعد استثنائيه.
save from Bruno. تم اليوم مباريات دور ثمن النهائي من كأس الأمم الإفريقية، ويبدأ منتخب المغرب خطوة جديدة نحو تحقيق حلمه بالتتويج باللقب عندما يلاقي الليلة جنوب إفريقيا. وتأهل المنتخب المغربي بعد تصدره المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بينما انتزع منتخب جنوب إفريقيا وصافة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط. طبعا كل التوفيق لأسود الأطلس النهاردة في مواصلة المشوار، ولكن خلينا نقول أنه كمان في مباراة أخرى بتجمع بين المنتخب المالي القوي في بوركينا فاسو لخطف بطاقة التأهل لدور ربع النهائي. بعد خروج منتخبات مصر والجزائر وتونس من كأس الأمم الإفريقية، سيقع على عاتق المنتخب المغربي آمال وأحلام العرب في مواصلة المشوار حينما يواجه منتخب جنوب إفريقيا في دور 16. أسود الأطلس يسعون للإبقاء على آمالهم في التتويج باللقب، منتشيين بنتائجهم القوية في دور المجموعات وقبلها إنجاز كأس العالم 2022 باحتلال المركز الرابع على حساب منتخبات كبيرة. معسكر الفريق شهد عودة المدافع والقائد رومان سايس بعدما غاب عن مواجهة زامبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بسبب الإصابة. تاريخياً يأمل ممثل العرب في تفادي سيناريو مضى عليه 26 عاماً عندما انهزم أمام جنوب إفريقيا بهدف لهدفين في ربع نهائي نسخة 98، بعدما كان متصدراً لمجموعته حينها 7 نقاط وقدموا أداءً تاريخياً في كأس العالم بفرنسا، وهو نفس السيناريو الذي يخوضه الفريق بالنسخة الحالية. أما منتخب جنوب إفريقيا فيخوض الموقعة معولاً على قدرته التاريخية على الإطاحة بالمنتخبات العربية من الأدوار الإقصائية بعدما هزم الجزائر في 96 والمغرب في 98 ومصر في 2019. ويرتكز مدرب البافانا على قوام أغلبه من فريق سان داونز الفائز مؤخراً بالنسخة الأولى من الدور الإفريقي، إضافة لعدد من المحترفين أبرزهم لاعب الأهلي المصري بيرسي تاو. ورغم قدرات فريق المدرب البلجيكي هوغو بروس، إلا أنه يعاني من مشكلة هجومية حيث عجز عن هز الشباك خلال مباريتين في الدور الأول عندما خسر أمام مالي وتعادل سلبياً أمام تونس، بينما سجل أهدافه الأربعة في مباراة واحدة أمام ناميبيا. وللحديث أكثر عن مباريات كأس الأمم الأفريقية ينضم إلينا من الدار البيضاء الصحفي والناقد الرياضي أسامة البراوي. في البداية صباح الخير أستاذ أسامة، ويمكن مفاجآت أمم أفريقيا يعني هي عرض مستمر، شاهدنا بالأمس خروج حامل اللقب المنتخب السنغالي بعد الخسارة من صاحب الأرض منتخب كوت ديفوار واللي كان بعيد من التأهل للدور 16. ما تعليقك على مباراة الأمس؟ صباح الخير، شكرا على الاستضافة. بالفعل هي دورة مفاجآت بامتياز، كل يوم يحفل بمفاجآت من العيار الثقيل، مثلا مقابلة البارحة التي جمعت حامل اللقب المنتخب السنغالي بمنتخب البلد المنظم المنتخب الإيفواري الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الإقصاء المبكر لولا انتصار المنتخب المغربي في آخر مباراة عن دور المجموعات على منتخب زامبيا، فأهدى بذلك بطاقة التأهل للمنتخب الإيفواري. أعتقد أن المنتخب الإيفواري كان محررا من الضغوطات لأنه عائد من الإقصاء، قال كذلك مدربه الفرنسي جون لوي غاسي، فتم تعويضه بالمساعد إيميرس فاي الذي هو لاعب دولي سابق. كانت هناك لحمة وكذلك مساندة من طرف اللاعبين لمدربهم الشاب إيميرس فاي، فلاحظنا أن المنتخب السنغالي بدأ المقابلة بطريقة جيدة، سجل هدفا وبعد ذلك عجز عن تسجيل هدف ثاني من أجل قتل المقابلة، وهذا الشيء هو الذي ترك المبادرة للمنتخب الإيفواري من أجل الثقة في قدراته. والمدرب إيميرس فاي تفوق في الشوط الثاني على أليو سيزي الناخب السنغالي بإدخال الأسلحة هجومية كأذينغرا كنيكولا بيبي وهالر، والتشكيلة التي دخل بها كانت بها لاعبين مجربين الذين لهم تجربة الأدوار خروج المغلوب مثل سيرج أوغيي مثل ماكس غرادير مثل جون ميشيل سيري، فأعتقد أن التجربة وكذلك الحماس البدلاء
الشيء الذي جعل المنتخب الايفواري يعدل النتيجه. اعتقد ان المنتخب السنغالي بقبول اللعب وترك مثل ساديو ماني يقوم بالاهداف الدفاعيه، المنتخب الايفواري كان ذكي، ركز على الجهه اليسرى التي عرفت نشاطا لكل من سيرج اوريه وكذلك نيكولا بيبي وكذلك سيباستيان هالر الذي دخل كبديل، هو كان صاحب التمريره التي جاءت منها ضربه جزاء التي سجل منها فرانكيسي بديل اخر. يعني لاحظنا انه جميع البدلاء الذي ادخلهم المدرب امير صفاي كانوا حاسمين، على عكس الناخب السنغالي الذي تاخر في ادخال التغييرات، فكان يعتقد انه المنتخب الايفواري لن يعود في المقابله، وهذا خطا ارتكبه اليو سي سي فجعل المبادره للفريق الايفواري الذي طبيعه الحال وثق في قدرته بعد تسجيل هدف التعادل. طبيعه الحال عندما تكون مسادا بجماهيرك فوق ارضيه ملعبك وليس لديك شيء ما تخسره، فبطبيعه الحال يعني تتغير الموازين لصالح المنتخب الايفواري الذي جرى المنتخب السنغالي الى ضربه الترجيح والتي ابتسمت هذه المره للايفواريين على حساب حامل اللقب. اعتقد ان هذه كاس افريقيا انها لا تبتسم لحامل اللقب منذ سنه 2010، في كل نسخه الفائز من اللقب يعجز عن المحافظه على اللقب في النسخه المواليه، فالسنغال هي الاخر لم تشد عن القاعده فخرجت صغيرة ومكسورة الوجدان للأسف. نعم، يعني لو انتقلنا لمباريات اليوم، المنتخب المغربي على موعد مع مباراة هامة أمام منتخب جنوب أفريقيا، هل يستطيع المنتخب المغربي مواصلة الطريق نحو حصد الكأس، خاصة أنه أصبح المنتخب العربي الوحيد المتواجد بالبطولة؟ نعم، المنتخب المغربي لديه مهمة تمثيل المنتخبات العربية بعد إقصاء جميع ممثلي الكرة العربية للأسف. المنتخب المغربي يحدو أمل وهو يطارد حلم منذ سنة 1976 بالفوز بالنجمة الثانية. المغاربة والإعلام المغربي يثق كثيرا في قدرات أسود الأطلس وفي أشبال وليد الركراكي بالفوز بهذه المرة. صحيح أن المسابقة تعرف مفاجآت، أن جميع المنتخبات تعد العدة للمنتخب المغربي، وعندما تواجه فإنك تلعب نهائي مونديال أو نهائي كأس أمم إفريقيا، لهذا اللاعبين المنتخب الوطني يجدون صعوبات في حسم بعض المقابلات، ولكن يعرفوا أن أدوار خروج المغلوب هي مسابقة أخرى تختلف عن دوري المجموعات. لهذا وليد الركراكي صحيح أنه سيفتقد لخدمات لاعبين أساسيين وهم كل من سفيان بوفال وحكيم زياش الجناحان الأساسيان والجناحان الذين يقومون بالعديد من التمريرات المفتاحية والتمريرات الحاسمة، لكن المنتخب المغربي بقيادة وليد الركراكي لا يعمل فقط كفرديات، بل هناك منظومة جماعية تشتغل بطريقة جيدة دفاعيا وهجوميا. سيواجه منتخب جنوب أفريقيا الذي سبق له أن واجهه مرتين في السابق بحكم أنه كانوا يتواجد في نفس تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023. المنتخب المغربي تفوق بهدف الى هدف واحد، ولكن مع ناخب وطني اخر هو البوسني واحد هالوديتش، هو انهزم في السنه الماضيه، وهذه الهزيمه الوحيده للمنتخب المغربي بعد المونديال، ولكن تلك الهزيمه كانت لها ظروف خاصه لان جاءت في نهايه الموسم، كانوا اللاعبون كانوا يفكرون في العطله وكذلك في الميركاتو الصيفي، ووليد الركراكي لعب فقط بنصف اللاعبين الاساسيين وجرب العديد من البدلاء لكي تكون يكون فكره عليهم، وبعد ذلك تم اقصاء العديد من البدلاء من اجل تكوين منتخب قوي قادر على الفوز باللقب الافريقي. منتخب جنوب افريقيا هو نسخه معدله من نادي ماميلودي سانداونز، يكفي انه 8 لاعبين اساسيين من نادي ماميلودي سانداونز يلعبوا منتخب جنوب افريقيا زائد 3 لاعبين محترفين، وهم كلسي طهول من نادي طونديلا البرتغالي، بيرسي طاو لاعب الاهلي المصري، بالاضافه الى لاعب ماك غوبا راس حربه الذي يلعب لنادي اورلاندو بايرتس. فطريقه لعب ماميلودي سانداونز شبيهه بطريقه لعب منتخب جنوب افريقيا. المنتخب المغربي يعلم نقط ضعف ونقط القوه المنتخب جنوب افريقيا التي هي نفس نقط ضعف ونقط قوه ماميلودي سانداونز، ان المدافعين هم انفسهم، هناك لاعبان مدافعان محوريان يتميزان بالبطء، الظهير الايسر يترك مساحات في ظهره، اللاعبين منتخب جنوب افريقيا لديهم معاناه في ربح النزالات الثنائيه العاليه وكذلك في التعامل مع العرضيات والضربات الثابته، كذلك لديهم بطء في الارتداد من الحاله الهجوميه الى الحاله الدفاعيه. كل هذه النقاط سيعمل عليها الناخب الوطني وليد الركراكي من اجل الفوز بهذه المقابله. اما من ناحيه البدلاء فاعتقد ان دكه الاحتياط هذه المره تتفوق على دكه الاحتياط التي كانت في المونديال خاصه في خطي الوسط والهجوم. نحن متفائلين
سنين. صحيح أن منتخب جنوب إفريقيا ليس لديه ما يخسره، ولكن سيحاول أنه يخلق المفاجأة على غير الأيام. نعم يعني تابعنا مفاجآت كثير المغربي قادر على في هذا في هذه يعني نتمنى المنتخب المغرب أن يحقق الفوز ويكسب الكأس. نشكرك شكرا جزيلا ناقد رياضي أسامة البراوي، كنت معنا من الدار البيضاء. مشاهدينا الكرام صباح جديد مستمر، ولكن بعد فاصل قصير. تواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال55، وبتضم أجندة المعرض العديد من الندوات والفعاليات المهمة وكمان مجموعة من الأنشطة المتنوعة للأطفال. نعم، وبيشهد المعرض هذا العام يشروع اهتمام كبير من الأدباء والجمهور، وهو ما يؤكد ريادة المعرض كأكبر وأقدم معرض للكتاب في المنطقة العربية. بمجرد دخولك هذا الجناح كأنك تخطو في رحلة ثقافية استكشافية في واحدة من دول الطبيعة الساحرة الأوروبية على أرض مصر، جناح مملكة النرويج في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تذكرة تجعلك تتجول في فنون وأجواء نرويجية ساحرة تحت شعار هذا هو الحلم كضيف شرف لهذه الدورة بالمعرض. نشعر حقا بترحيب دافئ، إنه لأمر رائع أن نقدم الأدب النرويجي إلى هذا الجمهور الكبير من خلال برامج وفعاليات يومية للمؤلفين ولقاء الناشرين المصريين والعرب. المشاركة أجواء المعرض أدهشتني، جميلة جدا، عدد الناس، اهتمام الناس بالقراءة، اهتماما بالأدب للغات الأخرى، كانت مشاركة جميلة جدا، أعتقد بأنه تجربة لا تعوض. كل ركن من أركان الجناح يحكي فنا من روائع المناظر النرويجية الطبيعية وأشكال بيوتهم بالألوان المختلفة التي يتوافد عليها الجمهور بكثافة لالتقاط الصور، بالإضافة إلى ركن خاص بفن نرويجي مميز شامل لوحات من متحف مونك في أوسلو للترويج عن تحفة معمارية وثقافية مميزة. نحن هنا من متحف مونك لأن لدينا 3 كتب باللغة العربية للقاء الجمهور والتعريف بمونك وفنه. لقد اخترنا لوحة الشمس التي تشير أنها الحياة ونحتاجها للإلهام، ووجودنا مهم للقاء الثقافة العربية مع ثقافة النرويجية. بالنسبة لمملكة النرويج صراحة أنا أول مرة أعرف إنها تيجي السنة دي، وده حاجة جميلة جدا تستضافها ليها في المعرض عندنا، شيء جميل جدا، وده إصرار للمعرفة في حد ذاته، بتخلي الإنسان يطلع ثقافات الدول التانية من خلال إن كل دولة مثلا تيجي في مصر عموما كان في معرض الكتاب بتعمل إصرار للمعرفة. هنا يتلاقى عدد من الكتاب يناقشون ويعرضون مجموعة من الموضوعات من خلال الكتب والرسومات والقصص والروايات، وينغمس وينبهر بها جميع زوار المعرض للانفتاح والتبادل المعرفي. فرصة استثنائية لاستكشاف العالم النرويجي من خلال الكتب والمحادثات الثقافية، إمكانية تقديم تشكيلة واسعة من الأدب النرويجي في مصر والعالم العربي في واحد من أهم معارض الكتب العالمية لتبادل الثقافات. نورهان عجيزة، هنا القاهرة عاصمة الخبر.
يعد الشاعر والروائي المغربي نزار كربوت واحد من أهم الكتاب في الوطن العربي، حيث تتنوع كتاباته بين الشعر والروايات. واشتهر في البداية كشاعر ونشر أكثر من 5 دواوين، ثم انتقل للكتابة الأدبية. أسس كمان يا شيرين نزار كربوت نادي الكتابة الأدبية بالرباط، كمان حصل على الجائزة الثالثة للشعر بجامعة محمد الخامس، وترجمت أعماله إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وأثر عمله كطبيب في كتاباته. لنتعرف أكثر على الروائي والشاعر الدكتور نزار كربوت اللي بيشرفنا من استوديو القاهرة. صباح الخير وأهلا وسهلا بحضرتك دكتور معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. يعني بالبداية سأبدأ معك من آخر رواياتك وآخر أعمالك، رواية سيدات العزيز، لو أعرف من أين استلهمت فكرتها، وأنت تقول أن دائما رواياتك وشعرك هو من الواقع. صباح النور عليكم وعلى السادة والسيدات المشاهدين. تجربة سيدات العزيز جاءت بعد محاولتي الأولى للرواية في 2020، وهذه الرواية الثانية. صراحة الشيء الذي جعلني ودفعني لكي أكتب هذه الرواية هو فكرة المحن التي ممكن لكل شخص أن يمر منها، هذه المحن التي تأتي على حين غرة وتفاجئ الإنسان في مسيرة حياته دون سابق إنذار. فثقافة تجاوز المحن والإرادة وطرح بعض الأسئلة، هذه الأسئلة التي تدور في فلك كل بيت عربي وكل بيت فيه مثلا أفراح وأحزان وفيه مجموعة من الظواهر الاجتماعية ومن مجموعة من الأشياء التي لابد للكاتب أن يلتفت إليها ويقربها من القارئ في طابع أدبي وفي صورة تكون فيها ربما شيء من السؤال الذي يبحث ليس بالضرورة عن أجوبة، بل يجدد الأسئلة الأخرى ويجعل الإنسان يبحث في ذاته ويبحث عن أشياء ربما لا يعرفها في ذاته أيضا. نعم، ولكنك يعني اخترت سيدات العزيز، يعني أريد أن أسألك في سيدات العزيز، لماذا اخترت هذا الرجل تحديدا عزيز، وفكرة تأثير السيدات على الرجل بشكل عام؟ هذا سؤال مهم، هو التي تدور في فلكه هذه الرواية. فالرواية فيها ثالوث الحب
والثقافة وأيضا إرادة التجاوز، تجاوز المحن. عزيز هو شخصية محورية في الرواية وتدور من حولها الأحداث. هو رجل أربعيني لكن محمل بطفولة مليئة بالمجهول ومليئة بالآلام، هذه الآلام التي جعلت سكنت فيه ولم تفارقه حتى في كبره، بل لأن السيدات هن النساء اللواتي أثرن في حياته، سواء منهن من رشته بماء الورد وماء الزهر وماء الحب، ومنهن من رشته بماء النار. فهو عندما كان طفلا صغيرا لم يتجاوز السن الثانية فقد أمه، لكن أبوه كان مضطرا أن يتزوج سيدة أخرى فأذاقته الألم وأذاقته المرارة. فعندما كبر قليلا فقد أباه أيضا، ولهذا السبب كان مضطرا أن يغادر البيت الذي ترعرع فيه وقذف بنفسه في المجهول. احتضنته المدن الكبرى، منها الدار البيضاء ومنها الصويرة، وهو إنسان عصامي حاول أن ينقذ نفسه من التشرد، فشاءت الأقدار أن يشتغل في إحدى المكتبات، وهذه المكتبات كان يبيت فيها. فعندما كان يبيت فيها كان يطالع بالليل وكان يقرأ حتى أنه أصبح قارئا بامتياز. فصاحب المكتبة الذي أنشأ دار نشر مغربية أعطاه مهام لإدارة هذه الدار وكذلك لإصدار مجلة تهتم بالكتاب. فهذا يأتي الجانب الثقافي في الرواية. أما جانب الحب فسيأتي لاحقا بعد المحنة التي ستتضح لنا في سيرورة الرواية، عندما يبدأ يتذكر كل الآلام التي عاشها في صغره، خصوصا قساوة المجتمع وقساوة زوجة الأب. فسيأتي يوم يلتقي بفتاة اسمها منال. هذه الفتاة تعاني من إعاقة جسدية، وهنا أطرح سؤال الإعاقة الجسدية وإرادة التجاوز. فمنال دارسة لعلم اجتماع، يعني أنها تسلحت بمجموعة من المفهومات التي جعلتها تتغلب على هذه الإعاقة وتتجاوز محنتها، لكن هي عندها شخصية قوية جدا وفتاة متحررة تحب الحياة وتتطلع إلى العيش بالحقيقة. يعني دكتور عزيز، نعم، هذه الرواية هو دائما مليئة بالرسائل والتشويق والأحزان والآلام، نعم، حتى لو أنه لا يعاني من أي مرض، لكن الجانب النفسي وتركيبته النفسية فيها مجموعة من الاضطرابات. هنا يأتي الحب، علاقته بمنال سوف تساعده على تخطي بعض المحن، نعم، وربما نعم. يعني دكتور، تجعلني هذه الرواية وتفاصيلها المهمة والملهمة والإنسانية، أنا أسألك حضرتك كدكتور أسنان، كيف انتقلت من الشعر ثم إلى كتابة الرواية، وكيف جمعت بين يعني مهنتك وبين هويتك، خاصة أن لو قرأنا قصائدك فهي مثل إبرة وطب، فكيف وظفت هذا العمل كطبيب في الشعر؟
يعني شروق فعلا الرواية محمسة جدا، وخاصة أن عنوانها السيدات، ولكن السيدات كان تأثيرهم مختلف. صحيح. على هذا الطفل الذي يعني من ظلمه، وهناك من يبدو أن الحب حول حياته. صحيح. واللي لفت انتباهي أكتر شيرين أنه من بين كل المحن زي ما هو اتكلم عن محن محورها دايما السيدات، فده معناه أنه النساء أو السيدات في حياة الرجل ليها تأثير كبير جدا. طبعاً. من الصغر لحد وأيضا وظف يعني في هذه الرواية وخصص البطلة تقريبا التي اسمها منال من ذوي الهمم. نعم. فطبعا يعني رواية ورسالة إنسانية عظيمة وعميقة، ووجود معنا طبعا. وأيضا دكتور أسنان، يعني هذه المهنة بعيدة جدا عن الشعر والنثر. صحيح. بعيدة عن الإحساس، ولكن يبدو أن دكتور نزار استغل بذكاء مهنته وهوايته وجمع بينهما. صحيح. من الأشعار أو من الدكتورة زي ما كنا بنتكلم لقصائد وقصائد وأشعار، وأيضا نتحدث عن روايات. طيب كمان في حاجة مهمة جدا، وهي معرض الكتاب، واللي ممكن يعني نسأله عنها، ولكن بعد سؤالك الأول اتفضلي. دكتور نزار، بما أنك موجود معنا بسبب تواجدك في معرض الكتاب، لو تكلمنا عن يعني مشاركتك في المعرض وأبرز ما لفت نظرك. أنتم كما تعلمون أن معرض الكتاب بالقاهرة هو من بين أكبر المعارض في وطننا العربي. صحيح. فهو محج ومحطة مهمة لابد لكل كاتب عربي أن يسجل حضوره فيه، فأصبح تقليد لدى كل الأدباء والمفكرين والشعراء والكتاب العرب أن يحجوا إلى هذا المعرض، خصوصا عندما تحول إلى معرض ذو سمعة محترمة جدا على الصعيد العالمي أيضا. فلا دور النشر، العدد الكبير لدور النشر التي تأتي إليه، ولا عدد الزوار، يعني هو يعتبر معرض مليوني، ملايين الزوار الذين يزورونه، ويحطم أرقام قياسية كل سنة، ويجعل المثقف والكاتب العربي دائما يجعله في محطة اهتمامه. شكرا جدا لوجودك معنا، ونتمنى وجودك بمعرض الكتاب يثري طبعا هذا المعرض وهذه السنة. كنت معنا دكتور نزار كربوت، الشاعر والروائي المغربي، أهلا وسهلا بك. وللأسف انتهى وقت حلقتنا شيرين غسان، بشكرك جدا، وأنا كنت مع حضراتكم شروق وجدي من صباح جديد، وأكيد هنكون مع حضراتكم بكرة الساعة 9 صباحا، وأشوف حضراتكم على خير. إلى اللقاء.